بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين التطبيقات الكتابية الصفحة 214 من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي. أحول بحسب الضمائر: أنا، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. بعت، فعل باع مصرف في الماضي. أنا بعت، أنت بعت، أنت بعت، أنتما بعتما، أنتم بعتم، أنتن بعتن. أشم، يعني فعل مصرف في المضارع، شم يشم، أنا أشم، أنت تشم، أنت تشمين، أنتما تشمان، أنتم تشمون، أنتن تشممن. في زمن الأمر فعل نظف: أنت نظف، أنت نظفي، أنتما نظفا، أنتم نظفوا، أنتن نظفنا. إذن أعيد القراءة: أنا بعت، أنت بعت، أنت بعت، أنتما بعتما، أنتم بعتم، أنتن بعتن. أنا أشم، أنت تشم، أنت تشمين، أنتما تشمان، أنتم تشمون، أنتن تشممن. نظف، نظفي، نظفا، نظفوا، نظفنا. أكتب سؤالين يبدأان بما يأتي: كيف، متى. كيف مرت الرحلة؟ متى، متى يحل فصل الربيع؟ كيف مرت الرحلة؟ متى يحل فصل الربيع؟ أكتب في بداية كل سؤال من أو ماذا أو أين أو ما شاهدت أثناء السفر: سافر معك إلى مراكش، قضيتم ليلتكم، نوع الأغذية التي تناولتم. إذن شاهدت أثناء السفر، يمكن أن نكتب ماذا شاهدت أثناء السفر، ماذا. ماذا شاهدت أثناء السفر؟ سافر معك إلى مراكش، من، من سافر معك إلى مراكش؟ قضيتم ليلتكم، أين، أين قضيتم ليلتكم؟ ما نوع الأغذية التي تناولتم؟
ماذا شاهدت أثناء السفر؟ من سافر معك إلى مراكش؟ أين قضيتم ليلتكم؟ ما نوع الأغذية التي تناولتم؟ أحاكي الأسلوب الآتي: هذه فرقة تنظف الأرض، وتلك ترتب الخيام. هذه الطفلة تفضل السباحة. وتلك تهوى تسلق الجبال. هذه الطفلة تفضل السباحة، وتلك تهوى تسلق الجبال. أضع علامة في أمام الكلمات التي من عائلة لاعبة، يعني الكلمات التي تنتمي إلى عائلة لاعبة، يعني يجب أن تتضمن هذه الحروف اللام والعين والباء، وكذلك في نفس يعني الترتيب. لا يمكن مثلا أن تكون العين قبل اللام، أو الباء قبل مثلا العين. إذن لاعب، نعم، لعب، نعم، علاب، لا، هنا العين قبل اللام، علاب، يلعب، نعم، ملعب، نعم، بلع، لا، هنا الباء جاءت قبل اللام، لامع، لا، هناك حرف يعني الميم بين اللام والعين، وحرف الباء يعني غائب في هذه الكلمة. لعبة، نعم. إذن الكلمات التي ليست من عائلة لعبة: علب، بلع، لامع. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.